بعد تدريبات مكثفة لعدة أيام، قام مرشحو مسابقة المواهب باللغة العربية اليوم الثلاثاء بالتدريبات الرسمية قبل إجراء الدوري قبل النهائي في استوديو المسابقة الرئيسية في تلفزيون الصين المركزي. وقد شاركهم في التدريبات مذيعو المسابقة وجميع الموظفين المعنيين. دخل المرشحون استوديو مساء الاثنين لأول مرة، حيث قاموا بالتدرب على برامجهم الثلاثة التي ستعرض عند افتتاح الدور قبل النهائي للمسابقة. بالإضافة إلى الرقص العربي والغناء الجماعي، أعد المرشحون أرضاً بأزياء العربية التقليدية، وتدربوا على مسار المشي تحت توجيه معلمهم السوري. كنا نمارس عرض الأزياء في الخارج، حقيقة ليس لدينا المعلومات وخبرات كافية، وهذه الأول مرة وفرصة طيبة لحضور الخشبة المسرح الحقيقية لكي نكتسب هذه الخبرة، وهذه الخبرة سوف تساعدنا أن نتجنب مع أخطاء التي سوف تحدث في الأيام المسابقة. كما تعرفين هذه المرة الأولى ندخل فيها هذا القاع الجميل، وتدهشني وتعجبني كثيرا، إن المسرح جميل جدا وأجمل من تصوري، فمع أنني لست مستعدة ولكن أتطلع إلى هذه المسابقة كثير. استمرت الظروف لعدة ساعات، حيث بذل جميع المشاركين جهودهم من أجل تقديم أداء أفضل في المسابقة. وسيقدم مسابقة المواهب مذيعان من قناة عربية دولية للتلفزيون الصين المركزي. وبعد المشاركة في بروفة اليوم الثلاثاء، أعرب المذيعان عن تطلعاتهما إلى أداء المرشحين في المسابقة. بالنسبة لهذه المسابقة، بالنسبة لي أنا شخصيا عشت مع المتسابقين جميعا كل مراحل هذه المسابقة وصولا إلى الدور النهائي أو التصفيات النهائية، ابتداء من شيان وشنغهاي وأيضا في بكين. اطلعنا على مجموعة واسعة وطيف واسع من المتسابقين. الآن ترشح النخبة 24 متسابقا، أتمنى أن يقدموا أفضل ما لديهم خلال هذه المرحلة. هذه المرحلة حاسمة جدا لهم، وأنا متحمسة جدا، وأيضا هذا مسرح جميل، وأتمنى لكل المرشحين أن يعرضوا كفاءتهم بشكل ممتاز. انطلقت مسابقة المواهب باللغة العربية لتلفزيون الصين المركزي منذ يونيو الماضي، وشارك فيها أكثر من 120 شخصا في الدور الأول الذي أقيم في مدن بكين وشنغهاي وشيان وعلى الإنترنت. وتم اختيار 24 مرشحا لدخول الدور قبل النهائي.